بسم الله الرحمن الرحيم. جامعة النيل كلية العلوم والحاسوب تتقن المعلومات قسم المعلومات الطبية الفرقة الخامسة سنة 4 عنوان الترقيب في البيانات باستخدام أدوات مايكروسوفت اس كي ال سيرفر 2005. إعداد الطالبات عزة محمد عباس، أمنية صلاح حامد، دينا سليمان، زين أماني، محمد عبد الباسط. الترقيب في البيانات باستخدام أدوات، النقاط الأساسية بتاعتنا بتاعت السمنار بنتكلم عن التحليل بيكون كيف بـ SQL Server 2005، والأدوات بتاعت الترقيب بتكون كيف بـ SQL Server 2005، الإنشاء بتاع الكائنات بتكون كيف بتاعت الترقيب، بتكون المعاينة المصادر بتاعت الباب بتكون كيف، استخدام المعالج الخاتمة. طيب المقدمة بتتكلم لنا عن كيف إنه كيف بنستعمل الأدوات بتاعت مايكرو SQL سيرفر 2005 في التحليل بتاعت البيانات، عشان إن هي طلع لنا نماذج النماذج المخفية باستخدام بتاعت الأدوات دي. عندنا كيف نستخدم بسم الله الرحمن الرحيم، لينا سليمان الزين، هتكلم لكم عن كيف نستخدم MySQL Server 2005 في التحليل. عندنا طرق اللي هي الطرق بستخدم بها عشان احل بها عدة مشاكل، اللي هي اول حاجة التصنيف ده هو اسناد الحالات ضمن فئات معينة، وتاني عندنا حاجة عندنا التجميع ده بستخدمه لتجميع المصادر المشابهة، تاني عندنا الاقتران هو البنود اللي بتكون متكررة مع بعض بتكون كثيرة بقوم بعمل لها تنقيب للبيانات. ثاني عندنا الانكفاء ده هو بيشبه التصنيف، بس الفرق الوحيد بينه وبين التصنيف انه السمة الوحيدة اللي بتكون القابلة للتوقع دي بتكون مستخدمة اكثر حاجة. ثاني عندنا التحليل التتالي ده هو الانتقال من حالة لحالة. ثاني عندنا تحليل الانحراف ده هو بيجي لي او بحلل الحالات النادره او بيسمى بكشف الشواذ. طيب عزه محمد، ادوات ترقيب في البيانات، يلا عندنا ادوات بتاعتنا بتتكلم عن نمطين، النمط الفوري والنمط المفصول. النمط الفوري ده هو نمط طبيعي وافتراضي، بيكون الشخص بيكون مستخدم بيكون بيعمل تحليل البيانات بيكون موصول دائما بقاعده البيانات بالمخدم بتاع قاعده البيانات تحت التحليل، وبكون شغال في المخدم الاصلي، بكون شغال في البيانات الاصليه بتاعته، واذا عمل حفظ او اجرى تعديل بكون شغال في الكائن الاصلي بتاع المخدم. بالطريقه بتاعت العمل بتاعته كيف، بنخش من اول بروجرام مايكروسوفت اس كيو ال سيرفر ديفلوبمنت بزنس انتليجنت، بننقل بعد تفتح لنا النافذه في النافذه اسمها فايل من اوبن، بنفتح اناليز سيرفر داتابيز، بعد ذلك بيخش لنا بنلقى مربع بتاع حوار، مربع الحوار ده فيه الكونكت بتاع الداتابيس، بيدخل فيها اسم الداتابيس وبتكون فيها خيارات كتير، وبعدين بنعمل شنو، بنضغط على انشاء مشروع جديد او بنضغط على كونكت داتابيس. النمط المفصول ده بيكون ما بيكون ان البيانات كلها بتكون محفوظه في القرص الصلب بتاع الجهاز، محفوظه في القرص الصلب بتاع الجهاز، بانتي بتجيب البيانات ما بتكون موصوله مع المخدم مباشره، وبيلا بتكون عندك نسخه في الجهاز، والنسخه دي بتكون شكل XML على قرص الصلب بتاعك. التغيرات كلها اذا انك تغيرت البيانات، اذا طرا لك حاجه ده تدخل بيانات جديده كلها انت بتقدري تدخليها، لان هي بتكون ما بتغيري في النسخه اللي عندك على جهازك. طيب بندخل النمط المفصول ده من اول بروجرام مايكروسوفت اس كي ال سيرفر 2005، بندخل تاني اس كي ال سيرفر بزنس انتليجنت ديفلوبمنت ستوديو، بندخل على قائمه فايل بنلغي نيو بروجكت اناليسيس، تاني بنمشي لاني اسمها حاجه اسمها اناليسيس سيرفر داتابيس. بسم الله الرحمن الرحيم، امنا صلاح حامد. إنشاء كائنات ترقيب في البيانات، أولاً بيتم تحديد مصدر البيانات والمعالج، ثم إدخال اسم المخدم والنمط المراد استخدامه، ثم اختيار قاعدة البيانات، وفي النهاية بيتم اختيار اسم معبر لمصدر البيانات. دي الصورة طبعاً. إنشاء كائن معينة، يتم اختيار الجداول للحالات المعينة ثم اختيار مصدر البيانات التي تم إنشائها في الإنشاء السابق. يتم نقل جميع الجداول إلى لائحة الكائنات المضمنة، ثم تحديد واختيار المراد تحليلها، ثم تسمية الكائن وعرض بياناته. بسم الله الرحمن الرحيم،
المجدي أماني محمد عبد الباسط. استخدام معالجة التنغيب في المحتويات. أول شيء بقوم أعرف البيئة تحت التنغيب اللي بقدر عنها بحل مشاكل العمل عن طريق نماذج، وبحدد بعد ذاك الخوارزمية اللي أنا عايزة أستخدمها، الخوارزمية عشان أستخدمها في الإنشاء، والنماذج اللي أنا بقوم باستخدامها يعني ياما علايقي ياما متعددة الأبعاد. المعالجة هي عملية تدريب النماذج على المخدم، وبيكون المعالج عنده قدرة على معالجة كل النماذج على التوازي، يعني عالجة بتوازي وما يكون فيهم أي اختلاف، وذلك بقراءة واحد من البيانات. الخلاصة بأنه الهدف من الأساسي بأنه قدم المفاهيم والمبادئ بتاعت التنظيم في البيانات، وكيف أعرض المشروع بتاعي مشروع التنقيب في المحتويات باستخدام الأدوات الممتازة التي يقدمها مايكروسوفت. طبعاً دي صور بتوري إحنا كيف بننزل البرنامج في ونختار غاية البيانات وكيف بنحلل إحنا عن طريق الأدوات مايكروسوفت سيرفر 2005 والتقارير اللي بيطلع علينا. دي صور كلها بتوضحها. يلا ستوب ريكورد.